بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام مرة أخرى إلى كتاب ليغي كومبخوند، ونستأنف مع لو جورنال دو بوسيني. لو جورنال دو بوسيني، إذا طبعا كنا قد توقفنا مع الفقرة الثالثة كما عندنا هنا. إلى بيان شونسون كو جيمي بوكو إي كوم أمون شونتي أون مو بيرسون دون سي برا لي سوار أو جو بلوري. في دو دو مون بتي بوسان، في دو دو بوسان بوسيني. دوبوي سو طون لا On m'appelle Poussiné. Depuis ce temps-là, on m'appelle Poussiné. Tout bas, mes cheveux sont blancs, avec une mèche derrière qui se redresse toujours et une mèche devant qui ne veut pas tenir et qui tombe sur mes yeux. J'ai des joues bien roses, je porte une chemisette et une culotte courte. J'aimerais bien avoir des pantalons longs comme papa. Eden, mes cheveux sont blancs, mes cheveux sont blancs. إذن شعري سومبلون، أنه أشقر، أشقر اللون. طبعا نتكلم هنا عن مي شوفو، نتكلم عن كلمة جمع كما تلاحظوا. مي شوفو كما نتكلم عن مجموعة من الشعر إن صح التعبير. مي شوفو سومبلون، لذلك قلنا هنا سون. صرفنا لو فيرب إتر، صرفناه في الجمع، صرفناه مع إل أفيك إس. كما نقول هنا إل سومبلون، يعني هم بلون أشقر. إذن مي شوفو سون بلون، شعري أنه أشقر. كما تشوفوا كلمة بلون أخذت إس الجمع. أفيك أون ماج ديغيغ كي سو غدغيس توجور. أفيك أون ماج ديغيغ، طبعا كلمة ماش ممكن أن تعني فاتيل، مثلا فاتيل القنبلة أو فاتيل متفجرة ما. ممكن نتكلم عن فاتيل شمعة، وممكن أيضا نتكلم عن ذلك المسمار الذي نضعه في التقابة حتى نتقب به مثلا جدارا أو خشبا أو مثلا حديدا، في الغالب يكون من الفولاذ طبعا. إذا هذا يسمى إنماش، تنقولوا حنا الميش بالدارجة المغربية. لكن هنا طبعا نتكلم عن إنماش، المقصود بها قبضة من الشعر تخرج عن بقية الشعر. قبضة من الشعر إن صح التعبير أن تخرج عن بقية الشعر. إذا افيك إنماش ديغيغ، إذا مع كما نقول فاتيل في الخلف. كما تلاحظوا هنا تعقيفة الشعرات في آخر رأسي كما تلاحظوا. إذن هذه الشعرات تسمى ماش، أن تخرج عن بقية الشعر. طبعا هنا المقصود بها إن ماش دو شوفو، إن ماش دو شوفو. كما نتكلم عن فاتيل شعر افيك إن ماش ديغيغ كي سو غادغيس، الذي ينتصب أو المقصود الذي يقف. إذا نتكلم عن هذا الشعر أنه يقف، أنه يبقى واقفا. كي سو غادغيس، طبعا لو فيرب سو غادغيسي، لو فيرب سو غادغيسي هذا فعل انتصب أو وقف. لو فيرب سو غادغيسي سو غوميتر دغوا، إذا سو غادغيسي المقصود بها سو غوميتر دغوا، يعني أن تضع نفسك دغوا مستقيما، فيرتيكال تكون عمودي، دوبو واقفا، أنك تضع نفسك بشكل مستقيم، تضع نفسك بشكل عمودي، أو تضع نفسك واقفا. سوغ ميتر دغوا فيرتيكال أو بيي دوبو. سو تونيغ بلي دغوا، سو تونيغ بلي دغوا، أن تأخذ بنفسك بشكل مستقيم كما نقول. سو تونيغ أنك تأخذ نفسك، تتشد راسك في واحد الوضعية، أنك تتخلي راسك في واحد الوضعية. سو تونيغ بلي دغوا أكثر استقامة إن صح التعبير، أنك تجعل نفسك مستقيم كالجندي مثلا الذي يقف مستقيما. إذن سو تونيغ بلي دغوا، إذا نتكلم عن سو غودغيسي. طبعا ممكن نتكلم عن لو فيرب غودغيسي، ممكن نتكلم عن لو فيرب غودغيسي. لو فيرب غودغيسي طبعا بدون هاد سو المقصود بها غوميتر دون زون بوزيسيون دغوات أو فيرتيكال. إذن ممكن نتحدث أيضا عن لو فيرب غودغيسي بدون هاد سو. إذن نتحدث هنا عن غوميتر dans une position، المقصود بها هنا remettre quelque ou bien remettre quelque chose dans une position، انك تجعل شيئا او تجعل شخصا ما dans une position، يعني في وضعيه دغوات مستقيمه. طبعا هذا الفعل هذا بدون سو، اذا نتكلم عن فاعل يقوم بهذا الفعل على شيء اخر. اذا remettre dans une position droite ou verticale، انك تجعل شيئا، تجعل شخصا دون زي بوزيسيون دغوات، تجعله في وضعية مستقيمة أو فيرتيكال
أو عمودية. نقول مثلا redresser un poteau. redresser un poteau يعني أنك توقف أو تنصب عمودا. ممكن أننا نتكلم عن redonner une forme droite, أنك تعطي شكلا مستقيما correct à, أو تعطي شكلا صحيحا لي. redresser une tôle tordue. redresser une tôle tordue أنك تصوب صفيحة ملتوية. تتكون عندنا واحد الصفيحة ملتوية وأنت تصوبها حتى تبدو مستقيمة. إذا نتكلم عن redresser une tôle tordue يعني أنك تجعله أكثر استقامة إن صح التعبير. redonner une forme droite يعني أنك تعطيها شكلا مستقيما. وبين redonner une forme correcte أنك تعطي شكلا صحيحا لي. أنك تصحح هذا الشكل الذي تأخذه مثلا هذه الصفيحة. الإشارة هنا إلى أنه يمكن أيضا أننا نصادف لو فيرب سودغيسي أو بيان لو فيرب دغيسي أو بيان لو فيرب دغيسي لو فيرب دغيسي أو بيان لو فيرب سودغيسي. لنتكلم هنا عن لو فيرب سودغيسي. أيضا ممكن أننا نجد هذه الأفعال بدون دغو. ممكن أننا نجد هذه الأفعال بدون دغو. إذا مثلا لخدينا لو فيرب دغيسي المقصود بها توني دغوا فيرتيكالمون يعني أنك أيضا تأخذ بشكل مستقيم فيرتيكالمون وعمودي. طبعا هنا تنتحدثو على تونيغ. حنا ما تنتحدثوش على أنك ستصوب أو تجعل نفسك مستقيما، ولكن أنك غتجعل واحد الشيء عندك مثلا أنه مستقيم. مثلا دغيسي لا طيت، أنك توقف الرأس، أنك تجعل الرأس مستقيما. تونيغ دغوا اي فيرتيكالمون يعني أنك تأخذ بشكل مستقيم ثم عمودي. دغيسي لا طيت، أنك تجعل الرأس مستقيما. فير تونيغ دغوا أنك تعمل على أن يبقى الشيء مستقيما. دغيسي أما، دغيسي أما يعني أنك توقف الصاري، توقف عمودا. تنقول حنا السيريا. إذن أنك توقف عمودا كالعمود الذي مثلا عند السفينة الشراعية. إذن هذا العمود يسمى أما. إذن دغيسي أما يعني أنك تنصب أو تجعل واقفا مستقيما هاد الصاري، هاد الصاري أو هاد العمود. إذن الذي يهمنا هنا مي شوفو سون بلون، إذن شعري أنه كان أشقر. افيك اون ماج ديغيغ مع قبضة من الشعر في الخلف كي سوغدغيس توجور والتي تنتصب أو تقف دائما. اون ماج دوفون ثم هناك قبضة أخرى من الشعر. دوفون في الأمام يعني المقصود أمام الرأس. كي نو فو با تونيغ، كي نو فو با تونيغ والتي لا تريد أن تستقيم إن صح التعبير. المقصود أن لا تريد أن تبقى ممشوطة مع بقية الشعر. اون ماج دوفون ثم قبضة من الشعر في الأمام كي نو فو با تونيغ. طبعا لو فيرب تونيغ ممكن أنه يعني قبض باليد، ولكن هو أيضا عنده معاني كثيرة، منها هذا الذي ذكرنا، منها أن لا تريد أن تبقى. عند الحديث عن لو فيرب تونيغ، أيضا لو فيرب تونيغ بالإضافة إلى أنك تأخذ شيئا باليد ممكن أنه يعني أمورا أخرى. مثلا فاغستي كيلكا وبيا كيلكو شوز اون بلاس، تعمل على ابقاء شخص او شيء في مكان ما. نقول مثلا لا كوغوا كي تيان دي ليفغ، انه تيجمع الكتوبه، شاد الكتوبه ما مخليهمش يتفرقوا، ما تيخليهمش يتفرقوا. لا كوغوا كي تيان دي ليفغ، كي تيان دي ليفغ. لو فيرب تونيغ المقصود به هنا انه يبقي على هاد الاشياء، انه يبقي على هاد الكتب مجتمعة في نفس المكان. ممكن نتكلم أيضا عن لو فيرب تونيغ بمعنى إتخ أتاشي وبيا فيكسي. إذا نتكلم عن أن تكون، أن يكون الشيء مثلا مرتبطا فيكسي، أنه مثبت سومان تونيغ دون لا ميم بوزيسيون، يعني أن يبقى الشخص أو الشيء في نفس المكان. هنا طبعا نتحدث عن الشعر، أنه لا يريد أن يبقى في نفس المكان عندما نمشطه.
نقول مثلا سو بوطون نو تيان بلو. سو بوطون نو تيان بلو، اذا نتكلم عن زر انه لا يريد ان يبقى في مكانه، هذا هو المقصود هنا، لا يريد ان يبقى ملتصقا ثابتا. لو فيرب تونير كما تلاحظوا هنا تفيد هذا المعنى، انه يفيد هذا المعنى على عكس المعنى الاصلي الذي نعرفه اللي هو قبض باليد. نقول لشخص مثلا تيان يعني خذ باليد، اقبض باليد تيان. اذا نتكلم على لو فيرب تونير، اذا هنا عندنا اون ماش دوفون ثم قبض من الشعر في الامام كي نو با تونير، والتي لا تريد ان تبقى في مكانها، لا تريد ان تبقى ملتصقه في مكانها. اي كي طومب سور ميزيو، اي كي طومب سور ميزيو، والذي تسقط فوق عيني. جي دي جو بيا روز، جي دي جو بيا روز، اذا جي دي جو بيا روز، انا عندي خدين بلون وردي شديد. جو بورت ان شوميزات اون كيلوت كورت، اون كيلوت كورت. جو بورت ان شوميزات، انا احمل، المقصود انا البس. جو بورت هنا سي لو فيرب بورتي كونجيغي او بريزون. جو بورت ان شوميزات، انا احمل قميصا، غالبا نتحدث عن قميص باكمام قصيره، باكمام قصيره يسمى شوميزات. طبعا في هذه الحاله ممكن نتكلم عن شوميزات اوم، نتكلم عن قميص خاص بالرجال بهذا الشكل، وبيا شوميزات فام، وبيا شوميزات فام، او نتكلم عن قميص بهذا الشكل خاص بالنساء، وبيا شوميزات انفون، او نتكلم عن هاد اللباس خاص بالاطفال. اذا عندنا هنا جو بورتين شوميزات، انا احمل قميصا بهذا الشكل الذي ذكرنا، اون كيلوت كورت. طبعا كيلوت المقصود بها سروال قصير، ثم هذا السروال القصير انه قصير على المعتاد كما في الصوره. إذن أنا كنت أحمل قميصا ثم سروالا قصيرا. جيمغي بيان أفواغ دي بونطالون لون كوم بابا، جيمغي بيان أفواغ دي بونطالون لون كوم بابا. أنا أحب بشكل جيد أفواغ امتلاك، كما تنشوفوا لو فيرب أفواغ أنه ما مصرفش، لماذا؟ لأنه أتبعد لو فيرب أمي المصرف طبعا بشكل مباشر. ملي تيجي الفعل بعد فعل آخر، الفعل الثاني ما تيتصرفش. طبعا هناك حالات اخرى ما تيتصرفش فيها الفعل، ملي تيجي من بعد دو، ملي تيجي بعد ما تيجي بعد لا بريبوزيسيون ا، وبعد ما تيجي بعد بور مثلا، اذا هاد الحالات ما تيتصرفش فيها الفعل. هنا طبعا عندنا هاد الفعل ما تصرفش لانه اتى بشكل مباشر بعد لو فيرب امي. جيمغي بي افوار، أنا أحب بشكل جيد امتلاك. لماذا قلنا هنا امتلاك؟ لأن لو فيرب أفواغ تفيد الملكية من اللي تيجي من بعد منه اسم. جيمغي بي أفواغ دي بونطالون، أنا أحب بشكل جيد امتلاك سراويل لون طويلة كوم بابا مثل أبي. أنا كنت على عكس ما ألبسه، كنت أحب أن تكون لي سراويل طويلة كوم بابا مثل أبي. جيمغي بيان افواغ دي بونطالون لون كوم بابا. إذن كما تنشوفوا بأن كلمة لون، طبعا في المؤنث نقول لونغ، لأن كلمة بونطالون التي نصفها بأنها طويلة هي كلمة مذكرة، نقول لو بونطالون لا نقول لا بونطالون. إذن طبعا في الجمع سنقول لون ولكن سنضيف هاد اس. إذن جيمغي بيان افواغ دي بونطالون لون، أنا أحب بشكل جيد أن تكون لي سراويل طويلة كوم بابا مثل أبي. كما تلاحظوا هنا عندنا لوفير ايمي مصرف اكيل طون كونجوغي اكيل طون كونجوغي او كونديسيونيل بريزون، اذا هو مصرف في لو كونديسيونيل بريزون. طبعا لو كونديسيونيل بريزون كيفاش تنحصلوا عليه؟ طبعا تناخذوا لو راتيكال ديال الفعل او فيتور سامبل، ثم نكمل هذا الفعل بلي تيرمينيزون دو لامبارفي. اذا تناخذوا الاصل ديال الفعل ولكن في الحالة فاش يكون مصرف أو فيتور سامبل، ثم نكملو بلي تيرمينيزون دو لامبارفي. ملي تنصرفو الفعل بهذا الشكل الذي ذكرنا، شنو تيولي المعنى ديال هاد الفعل؟ ملي تنصرفو في لو كونديسيونيل بريزون. إذا طبعا هنا غنشوفو شناهو الدور ديال لو كونديسيونيل بريزون، نعرفو الاستعمالات ديالو. طبعا كيما تتشوفو هنا عندنا ديفينيسيون، إذا عندنا تعريف لو بريزون دي كونديسيونيل،
إذا نتحدث عن لو كونديسيون بريزون بمعنى آخر، إذا لو كونديسيون بريزون إيت يوتيليزي كونت أوني با سيغتان كون أكسيون سو رياليز. إذا طبعا نستعمل لو كونديسيون بريزون كونت أوني با سيغتان عندما لا نكون متأكدين كون أكسيون سو رياليز، بأن فعلا ما على الأرض سيتحقق. إذا نتكلم عن لو كونديسيون بريزون كي بيرمي ديكسبريمي، إذا هاد لو كونديسيون بريزون أنه يمكن من التعبير عن لو كونديسيونيل بريزون بيرمي ديكسبريمي أنه يمكن من التعبير عن أن في سومي ا كونديسيون. إذا نتكلم عن واحد الفعل أنه خاضع لشرط، نتكلم هنا على لو فيرب سوميتر، هنا عندنا لو فيرب سوميتر أن في سومي ا كونديسيون. إذا تيكون عندنا واحد الفعل تيمكن له يحصل إلا بواحد الشرط، طبعا بشرط ديال واحد الحدث آخر. لا كونديسيون اي سوفون اكسبريمي ا لامبارفي، الشرط طبعا في الغالب تنعبروا عليه بلامبارفي. غنشوفوا بعض الأمثلة التي عندنا هنا. سي نوزافيون اون فواتور، لو كانت عندنا سيارة، كما نقول هنا إذا كانت عندنا في الماضي سيارة، طبعا إذا في الماضي تنقولوا لو كانت عندنا سيارة في الماضي، ثم نوزيريون على المير، نحن كنا سنذهب إلى البحر. إذا لو كانت عندنا سيارة نحن كنا سنذهب إلى البحر. إذا طبعا الشرط الأول عبرنا عليه بلامبارفي، ثم الفعل اللي غيتحقق هو اللي درناه في لو كونديسيونيل بريزون، نوزيريون على المير. طبعا هنا عندنا لو فيرب الي في الفيتور سامبل، ماذا سنقول؟ نقول نوزيرون. اذا طبعا سناخذ لو غاديكال اللي هو ايغ، ثم اكملناه بالتيرمينيزون دو لامبارفي. طبعا لي تيرمينيزون دو لامبارفي معناه سنضيف ديون، وبذلك يكون عندنا الصرف نوزيريون. اذا كنا سنذهب ا لا مير. طبعا ممكن اننا نستعمل ايضا لو كونديسيون بريزون بور اكسبريمي اون سيبوزيسيون، من اجل التعبير عن فرضيه. طبعا نتكلم احيانا على لو فيرب سيبوزي، لو فيرب سيبوزي المقصود به فعل افتراض. اذا طبعا سيبوزيسيون المقصود بها افتراض، هو فقط مفترض ليس حقيقيا، ماشي بحال لانديغاتيف. ملي تتكلموا على الحاضر تتكلموا على واحد الحاضر اللي هو واقع بالفعل. عندما نتكلم عن الماضي نتحدث عن واحد الفعل انه حدث بالفعل في الماضي، وعندما نتحدث عن المستقبل اذا نحن نتحدث عن واحد الفعل بانه سيحصل بالفعل بغض النظر عن المفاجآت التي يمكن ان تحصل. اذا نتكلم عن واحد الفعل انه مقرر انه سيحدث، ولكن عندما نتحدث عن سيبوزيسيون هنا طبعا نتحدث عن واحد الفرضيه ممكن ان تكون صحيحه وممكن ان تكون عكس ذلك. اذا نقول مثلا جي اونتوندي دير كو سيلفان اوري اون نوفيل فواتور، جي اونتوندي انا سمعت. طبعا هنا عندنا لو فيرب اونتوندر كونجيغي او باسي كومبوزي. جي اونتوندي انا سمعت دير يقال، انا سمعت يقال، هل هذا الامر سنبني عليه؟ جي اونتوندي دير كو سيلفان، انا سمعت يقال بان سيلفان اوري اون نوفيل فواتور، عنده سياره جديده، لكنني لم اتاكد من الخبر. جي اونتوندي دير كو سيلفان اوري اون نوفيل فواتور، اذا انا سمعت بان سيلفان ربما عنده سياره جديده. اذا طبعا نستعمل هنا لو كونديسيون بريزون في مثل هذه الامور. ممكن ايضا لو كونديسيون بريزون اكسبريم ان سوي، اذا ممكن ان لو كونديسيون بريزون انه يعبر عن تمني، انت فقط تتمنى هل هذا الفعل سيتحقق. هنا فقط نتحدث عن تمني لو سوي، اذا تمني، ومنها مثلا لو فيرب سويتي، ومنها لو فيرب سويتي فعل تمنى. اذا مثلا اكزامبل تيو ايمغي افوار ان سيركو دو فواتور بور نويل، تيو ايمغي افوار ان سيركو دو فواتور بور نويل. اذا تيو انه يحب، تيو ايمغي كما نقول بان تيو انه يريد، اذا تيو ايمغي افوار ان سيركو دو فواتور بور نويل، كما نقول انه كان يحب avoir un circuit de voiture pour Noël. Et d'un tio, un yohib, un tia kuna indao,
دار دارت طريق نتكلم عن اللعبة من اللعب أن تكون في الطريق مغلقة. في حالة مماثلة أخرى نتحدث عن سكة حديدية صغيرة يلعب بها الأطفال طبعا أن تكون مغلقة. ممكن نتحدث عن دار كهربائية، لكن هنا نتحدث عن أن سيركو دو فواتور بور نويل. إذا نتكلم عن دار خاصة بالسيارات بور نويل بمناسبة حفل رأس السنة عند النصر طبعا. تيو يمغي أفواغ أن سيركو دو فواتور بور نويل، إذا تيو أنه يحب أفواغ أن سيركو امتلاك دار دو فواتور خاصة بالسيارات بور نويل بهذه المناسبة. ممكن أيضا أن لو كونديسيون بريزون أنه يعبر عن لا بوليتيس، يعبر عن الأدب. نقول عن شخص بأنه بولي مقصود أنه مؤدب، إذا نتكلم على بوليتيس إذا نتكلم على الأدب. نقول مثلا لشخص ما بوغي تو فونيغ ميدي سيل تو بلي، هل يمكنك، إذا هنا نتكلم عن احترام. أقول له بوغي تو، كما نقول هل يمكنك من فضلك بوغي تو، نتكلم هنا على لو فيرب بوفوار كونجوغي أو كونديسيونيل بريزون. بوغي تو تي بوغي، أنت ربما تستطيع. بوغي تو هل، كما نقول ربما تستطيع، المقصود هل تستطيع فينير ميدي، أنك تأتي لمساعدتي سيل تو بلي من فضلك. إذا هل يمكنك من فضلك أن تأتي لمساعدتي؟ بوغي تو فينير ميدي، بوغي تو فينير ميدي سيل تو بلي، إذا هل يمكنك أن تأتي لمساعدتي من فضلك؟ طبعا وأخيرا ممكن أن لو كونديسيونيل بريزون إكسبريم أون سيجيسيون أن روبخوش أن كونساي إتسيتيرا. ممكن أن لو كونديسيونيل بريزون يعبر عن تلميح أو إشارة، إذا نتكلم عن تلميح، إذا نتكلم عن مجرد تلميح أون سيجيسيون أن روبخوش، إذا نتكلم عن اللوم كما نتحدث عن الانتقاد، إذا نتكلم عن اللوم أن كونساي، إذا نتكلم أيضا عن نصيحة أو استشارة إلى غير ذلك. نقول لشخص مثلا تي بوغي تو لافي لي مان افون دو باسي ا طابل، تي بوغي أنت تستطيع تو لافي لي مان أن تغسل اليدين، أنت تستطيع، المقصود هنا أنت تستطيع من فضلك مادام أننا صرفنا لو فيرب بوفوار أو كونديسيونيل بريزون. تي بوغي تو لافي لي مان افون دو باسي ا طابل، أنت يمكنك أن تغسل اليدين افون دو باسي ا طابل، قبل المرور المائدة. إذا المقصود هنا من فضلك اغسل يديك، لكن هنا تقال بشكل محترم تي بوغي. إذا كما تلاحظون عندنا او كونديسيون بريزون توت لي كونجيغيزون، كل التصريفات او كل التصاريف تصاريف الافعال طبعا سو تيرمين باغ، ان تنتهي ب غي 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 غيون غيي غي، إذا تنتهي بهاد لي تيرمينيزون كما تلاحظوا مع جو نضيف R A I S، مع تي نضيف R A I S، مع إيل أو إل أو أون نضيف R A I T، ثم مع نو نضيف R I O N S، ثم مع فو نضيف R I O Z، ثم مع إيل أفيك إس أو إل أفيك إس نضيف R A I O N T. هذا بما يخص لو كونديسيونيل بريزون. كما قلنا بأن لو كونديسيون بريزون ممكن أنه يعبر عن فرضية، ممكن يعبر عن تمني، ممكن أنه يعبر عن احترام، ممكن يعبر عن احترام أو أدب، ممكن أن لو كونديسيون بريزون أنه يعبر عن إشارة أو تلميح، ممكن أنه يعبر عن لوم أو يعبر عن نصيحة تنصح بها شخصا ما مثلا. إذا نتكلم عن جيمري بي افوار دي بونطالون لون، أنا أحب بشكل جيد، ويقول هذا الكلام بأدب. جيمري بيان افوار دي بونطالون، انا احب بشكل جيد ان تكون عندي سراويل طويله كوم بابا، كوم بابا مثل ابي. طبعا الكاتب هنا ما صرفش لو فيرب امي مثلا او بريزون. انا احب يعني ان تكون في واحد الشيء من القوه، كانك تفرض نفسك تقول انا احب بشكل جيد ان تكون لي سراويل طويله، اذا كانك تفرض نفسك. ولكن هنا الكاتب يستعمل صيغة لينة إن صح التعبير، جيمغي بي أفواغ، أنا أحب بشكل جيد أفواغ دي بونطالون، أن تكون عندي سراويل طويلة كوم بابا، كوم بابا مثل أبي. ثم مامو مادي تي أوغا دي بونطالون سي تو مو برومي دو نو بلو تو تخيني باغ تيغ
sur les genoux. Tu auras des pantalons si tu me promets de ne plus te traîner par terre sur les genoux. Moi, j'aime bien jouer par terre. Ça salit les genoux, mais c'est bien plus amusant. Alors, je préfère garder ma culotte courte. L'année prochaine, في السنة القادمة, peut-être, ربما. إذن, maman m'a dit, إذن أمي قالت لي, tu auras des pantalons, أنت ستكون لك سراويل. Tu auras, كما نقول أنت ستمتلك. Tu auras des pantalons, أنت ستمتلك سراويل. Si tu me promets, إذا أنت وعدتني, إذا أنت وعدتني. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب بروميتر. نتكلم هنا على لو فيرب بروميتر, فعل وعد, ومنها مثلا كلمة لا بروميس, المقصود بها الوعد أو العهد. إذا تي أوغا دي بونطالون, أنت ستكون لك سراويل, مقصود سراويل طويلة كما تتمنى. Si tu me promets, إذا أنت وعدتني, باش غيوعد الطفل. Si tu me promets de ne plus te traîner par terre. إذا أنت وعدتني, إذا أنت لم تعود تجر نفسك par terre, على الأرض. إذا أنت وعدتني بأنك لن تجر نفسك على الأرض, المقصود أنك عندما تلعب على الأرض أنت تضع ركبتيك وفخذيك مثلا على الأرض دون أن تبالي بهاد الملابس التي تجر على الأرض. C'est ma promesse, إذا أنت وعدتني de ne plus te traîner par terre. إذا أنت لم تجر نفسك بعد هاد الوعد, par terre, على الأرض, sur les genoux, على الركبتين, sur les genoux, على الركبتين. إذن إلا مشيتي حتى وعدتني بأنك ما تبقاش توضع السراويل ديالك على الأرض, بالخصوص على الركبتين, إذن أنت ستكون لك هاد السراويل, أنا سأعطيها لك. ولكن إذا كنت ستبقى تلعب على الأرض وتجر هذه السراويل على الأرض دون أن تبالي بها, فمن الأحسن أنك تبقى في سروالك القصير. تي أوغا دي بونطالون سي تو مو برومي دو نو بلوتو تخيني باغ تيغ سوغ لي جونو, على الركبتين. موا أنا كما يقول بوسيني جيم بيان جوي باغ تيغ, جيم بيان جوي باغ تيغ, أنا أحب بشكل جيد ألعب على الأرض. إذا لا يمكنني أن أتخلى عن هذا اللعب لأنني أجد راحتي وأنا ألعب على الأرض. جيم بيان جوي باغ تيغ, جيم بيان جوي باغ تيغ, أنا أحب بشكل جيد ألعب على الأرض. ساسالي لي جونو, هذا يوسخ الركبتين. نعم أنا أعترف بهذا, ساسالي لي جونو, هذا يوسخ الركبتين. هنا نتكلم على لو فيرب ساليغ كونجيغي أو بخيزون. ساسالي لي جونو المقصود أن هذا يوسخ الركبتين. طبعا لو فيرب ساليغ ممكن نتكلم أحيانا عن صال, نقول عن شيء بأنه صال. ممكن نتكلم عن شيء نقول عنه إلي صال, هو متسخ. ومن كما رأينا هنا لو فيرب ساليغ, إذا نقول عن شيء بأنه صال. سولا فو دير كي ني با بروبر, الذي هو ليس نظيفا, عكس كلمة بروبر. نقول مثلا إل أليما صال, إذا هو عنده اليدين متسختين. إل أليما صال, إلى لما صال, هو عنده اليدين متسختين. هنا نقول مثلا جي لما صال, جي لما صال, أنا عندي اليدين متسختين. صال أدجكتيف, الفعل الذي يأتي من سلوفير صاليغ. إذن هنا يقول بوسيني ساسالي جونو, هذا يوسخ الركبتين. مي ولكن سيبيا بليز أميزون, إنه بشكل جيد أكثر أميزون, مسلي. إذن هذا اللاعب الذي تتوسخ فيه الركبتين هو لاعب مسلي بالنسبة لي. جيم بيان جوي باغ تيغ, أنا أحب اللعب على الأرض. ساسالي لي جونو, مو جو كوني, مو جو كوني, أنا أعرف. ساسالي لي جونو, هذا يوسخ الركبتين. مي سي بيان بليز أميزون, ولكن هو أكثر تسلية. كما نقول هنا مي سي بيان بليز أميزون بوغ موا, كما نقول إنه أكثر تسلية بالنسبة لي. ألوغ, إذن جو بخيفار غاردي ما كيلوت كورت, إذن أنا أفضل. طبعا هنا عندنا لو فيرب بخيفاري, هنا يسي لو فيرب بخيفاري, لو فيرب بخيفاري كونجيغي أو بخيزون, إذن مصرف في لو بخيزون. ألوغ جو بخيفار, إذن أنا أفضل غاردي ما كيلوت, أن أحتفظ بسروالي القصير كورت, القصير على المعتاد طبعا.
l'année prochaine peut-être. في السنة القادمة peut-être, ربما. ماذا يتوقع بوسيني؟ هل هو يقول مثلا ربما سيستعمل السراويل الطاولة في الدخول المدرسي, ربما, ربما في السنة القادمة, ربما أنه يتخلى عن هذا اللعب. إذن هناك أمر ما يريد أن يقوله بوسيني. في الفقرة القادمة سنرى طبعا بعض الكلمات, بعض المصطلحات المتعلقة بهذا النص, ثم نستكمل مع لا كونجيغيزون لو فيرب اتر او باسي كومبوزي. إلى ذلك الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.